ما يعني بمنتهى الجدية والرصانة، يعني ما نقدرش نخفي ان وسام اترغب علامة كانت جزء من التركيبة او الحالة اللي الناس حبته فيه، حبت اغانيه وحبت اداءه وحبت طلته. و يعني انا ماليش دعوة باي حد بيعاكس، انا بقول كده سؤال واضح وصريح، انت بقالك 30 سنة ما شاء الله يعني محافظ على مظهرك، اغانيك مهتم جدا بالفيديو كليب بصورتك فيها، ده ايه بقى؟ يعني هي يمكن من ربنا، بس انا اكيد بعيش كتير طبيعي، بيهتم بصحتي، بيهتم بفكري، بيهتم برياضتي، بيهتم بفرحتي، بيهتم بقلبي. لا ازاي كل حاجة، يعني رياضتك ازاي، قلبك ازاي؟ يعني براسي، بالفكر، بالعلم، بالتطور، بالقراءة، بالثقافة، بصحتي، بالرياضة والأشياء اللي بأكلها، والابتعاد عن الأشياء اللي بتأذيني كإنسان. بقول ربنا أعطاني نعمة اللي هي الصحة، إني حافظ عليها. يعني من السهل انه الواحد يضيع وما ينتبه على حاله، وبنفس الوقت بعتبر اني انا شكلي هيدا مش ملكي، هذا ملك جمهور. لا يعني انت بتمشي على نظام غذائي وكده ولا لا بس مش محافظ؟ مش يعني في موضوع ناس تختار انها تبقى نباتية مثلا. لا 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 لا, لا مش كده، باكل كل حاجة بس يعني بشكل مقبول، يعني مش ما بقومش بالاكل وانا مدخون، و مش مانع يعني نفسي عن حاجات. يعني مثلا بقول لك بطاطس، يعني مش لازم واحد ياكلها، لا باكل بطاطس، باكل كبه، باكل كل شيء، باكل لحم كبه نيه، باكل النهارده في مصر اتغديت ايه في مصر؟ النهارده حمام محشي. لا والله العظيم، لا اصلي لحظه هقول لك ايه، ما تجيش مصر كتير. لا 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 هقول لك، اصلي انا قبل ما اوصل على مصر بطلب الحمام المحشي. توصي عليه؟ بوصي عليه، لازم اكل حمام محشي، بحب الاكله هاي. برافو عليك. شفتي يعني عظيم. بمنع حالي عن اي شيء، وبعمل رياضه كل يوم، بس مش رياضه يعني بقعد ساعتين وثلاثه في الجيم وبعمل عضلات، لا 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 لا، بعمل الرياضه ليكون جسمي مظبوط، يتابع حرقه بشكل كويس، وإذا أكلت ما يقعد الأكل ما يتحرقش بالجسم. يعني بعمل هيك حسابات بسيطة مش معقدة كتير، وباكل ممكن 3 أو 4 وقعات باليوم. إذا بشرب قهوة بشرب ممكن 3 إسبريسو باليوم. بنام بدري وبصحى بدري، وبركض على البحر، بجري على البحر، بروح باخد الشباب. بروح على مين الشباب؟ ولادك؟ لا الشباب يعني اخويا مدير مكتبي والمرافقين. بنروح لانه برا يعني. بروح كل يوم الصبح. الناس يعني كثير ناس تعودوا علي، بس انه يفاجئوا انه فنان، بيعتبروا انه الفنان لازم اول حاجه تشوفيه يعني فيها ساعه 4 بعد الظهر. انه بينام كل النهار سهران للصبح. لا انا ام ان فيري ايرلي مورنينج بيرسون، بصحى بدري، بصحى الساعه 7، بقوم مع اولادي الصبح قبل ما يمشوا المدرسه، بقعد معاهم، بكلمهم، بهتم، بشوف بلبسهم، بنظافتهم. يعني عرفتي كيف، بهتم بكل شيء بالحياه. طيب